انا هاخد من سامي، هاخد من سامي فريق تاني خالص ممكن نشاركوا فيه عشان هو اصعب فرقه. يلا تعملوا تشكيله. ريال مدريد. اوف انا عندي تاريخي. بس اخر سؤال سريع جدا بمناسبه الكلاسيكو بعد تشكيله ريال مدريد. ماشي التاريخي. حط لي حارس مرمى. حارس مرمى كاسياس. محترم والله العظيم. طبعا كاسياس. مارسيلو مش كارلوس برضه دي عجبتني. باك رايت كارفاخال احسن من سجاد. انا معاك. سيرجيو راموس و وفاران. لا هيرو يا راجل. لا هيرو. فرناندو هيرو. فرناندو هيرو. فران ما بوظ اتنين في نص الملعب. زيدان ومودريتش. مكاليلي. زيدان ومودريتش. مكاليلي. 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 بس ماشي تمام. زيدان ومودريتش برضه. زيدان ومودريتش. ماشي. رونالدو دي ليما. رونالدو رونالدو دي ليما فيرويد. رونالدو كريستيانو رونالدو هاف ليفت هاف رايت. فيجو. ايوه بلاي ميكر. جوتي. انا سقفه كريستيانو. كريستيانو استبعد كريستيانو. يا جماعه اللي يختار جوتي في تشكيله تاريخيه ريال مدريد صاحبي وحبيبي وكفاءه. هو كان لعيب كبير. جوتي ما ينفعش ما يتحطش في تشكيله تاريخيه. بص كان اندر روبن طبعا. شنايدر لعب في ريال مدريد وكان جامد. في لعيبه. في ديفيز لعب في ريال مدريد. عندك والله اساطير زمان بقى. اسماء سامي بيكهام طبعا اللي جابت البطولات بتاعته. طبعا دي ستيفانو وخيمتو بقى اللي شفناهم.